هلال ومصطفى الهبه ده. واكتر كمان. اما هو اكتر كمان. ما قلتليش ليه يا ماما؟ قلت انت اللي ما كنتش بتسمع. لا كده الكلام راح في سكه تانيه. المخطوطات اللي في البنك. ما هو البنك ده مليان حاجات كتير قوي مش فلوس وبس. السر كله بقى مع واحد ما فيش غيره. مفيد. هيتفضل له مطاطي راسه عمال يبوس في الايدين والرجلين مستني يوم السعد. يوم موت الشربيني. عشان يقعد مكانه ويكوش على الخير كله. مفتاح الخزنه معاه. الله اعلم مش بعيد. هو ايه اللي مش بعيد؟ يا يا لا. الله ما هو بالعقل كده. ما دام هو البير اللي بيرمي فيه كل سره يبقى طبعا المفتاح معاه. عشان كده مش فارق له اي حاجه. لا الجامعه ولا رئاسه القسم ولا حتى الوزاره. قاعد قدام باب الشربيني عايز يكوش على كل حاجه. وانا اللي كنت فاكره درويش بايع الدنيا. انت اللي مش فاهم اخواتك كويس. يهدي اتجوز له ابنه ويبقى خد البت لحيلتك. مفيد قاعد لسيادتك عشان يعرف اللي رايح واللي جاي. لما يموت الشربيني يبقى عبده من ناحيه ومفيد من ناحيه تانية. هتعمل ايه انت؟ مش هتقدر تعمل حاجه. هتقف ليه مفيد اللي هيلبس عبايه الشربيني والناس كلها هتقول له امين؟ اما انت هتبقى الغريب اللي ملوش كلمه ولا حق. مراتك عندها حق. هتعمل ايه؟ في ايه؟ احنا بكره لازم نطلع التراب نقرا لهم الفاتحه. انا ما اقصدش كده، انا اقصد لو جم وطالبوا بحقهم. انا ما حدش ليه حق عني. ثانيا بقول لك احنا لازم بكره الصبح نطلع التراب نقرا لهم الفاتحه. طب ما تفهمني عشان القصد يبقى واحد. احنا قصدنا واحد يا عظيمه وفي مركب واحده. اطمني. يعني انت هتتصرف وعامل حسابك؟ كويس جدا. طيب انا بقى عايز اعرف حالي من مالي. ماله حالك يا عظيمه؟ ما هو زي الفل. ومالك في الحفظ والصور؟ انت طلبت مني حاجه وانا اتاخرت؟ لا بس دلوقتي ابوك مات والميراث لازم هيتقسم والحمد لله ما بقاش فاضل غير انا وانت. فانا عايز اعرف اللي ليا عشان هسافر. تسافري وتسيبيني؟ ايوه انا ابني محتاج لي. كان نفسي يبقى عندي ابن ويحتاجني. بقول لك يا عظيمه ما تجيبيه يعيش معانا هنا يونسنا وكفايه غربه. مش هيوافق. المهم هنخلص من موضوع الميراث ده امتى؟ لما نخلص من الهم اللي ظهر لنا فجاه. هو انت مش قلت هتتصرف وعامل حسابك؟ ايوه يا عظيمه. علشان كده انا عايزك تهدى عليا شويه.